الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا لدي اجتهادات في التفسير وسن الموضوع وصلت الحمد لله لحقائق كثيرة يعني ما أقدر يوصل لها زول قبلي. و ولو ما حكاية الإسرائيليات دخلوها في تفسير القرآن وأسباب النزول يعني اللي وصلت له ده كان كل الناس المجتهدين كانوا ممكن يصلوا له. وهذه العبارات الواضحة يعني في القرآن إنه عربي مبين. إن الذين آمنوا دليلاتهم المسلمين والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ذل كلهم الذين عملوا الصالحات واسلموا وجههم للإحسان وجهوا الله بإحسان فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المفسرين قال اليهود مالون قال ذل مغضوب عليهم والنصارى قال ذل الضالين والقرآن هذا عربي واضح بيقول لك ده كل الذين أسلموا وجههم لله بإحسان فقد استمسكوا بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور. الصابين ده بنلقاهم وين؟ مثلا بنلقى رسول الله كان قبل الدعوة كان بيتعبد بهذه الطريقة الطريقة النصرانية ولا الطريقة اليهودية؟ الصلاة صلاتك والوطاة وطاتك وهو بنقع ونقوم على انجلاتك يعني مؤمن بالله واليوم الآخر. وذي كلهم قال لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن حولكم من العرب منافقين ومن أهل المدينة مردوا على النفاق إنت لا تعلمون نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المنافق ده نحن نعرفه كيف هو قال هنا الرسول لا تعلمون وثاني في الرواية بيقول لك إنه الرسول بلغ بالمنافقين فلان الفلاني. المنافق ده نحن نعرفه كيف؟ هل علي بن أبي طالب ذا ما مؤهل يقتسم من قتل عثمان بن عفان؟ هاي لما نجي في الكلام الحي ده الناس ما بتدوره. هاي ما مؤهل انه يغتص من قتل عثمان بن عفان. بقول لك يعني المثل بقول لك الناس يعني في تعيش 60 سنه في ظل امام جائر ولا تعيش يوم واحد بدون امام. ويقول لك نحن اول حاجه دارين تار عثمان وهم ما دارين تار عثمان ولا حاجتين دارين المملكه والتاريخ بيقول كده. لا لسه أنا عندي كلام. وبعدين حتى بعد ال شافوا نفسهم مهزومين رفعوا المصاحف في أسنة الرماح دل اتجاه معاوية وعمرو بن العاص والجماعة المعاون. طبعا الزبير دل مخدوعين الزبير وطالحة دل مخدوعين خدعوا الجمل بتعرفوه هاي قالوا علي ده منافق هاي عسي يدل بقول لك كل الصحابه مو هناي هاي عسي بقول لك الصحابه كلهم عدول لا انا اعملوا اي حاجه الزول غلط له اجر الغلط منه له اجر والغلط في القران بقول لك حتى رسول الله لولا ثبتنا لكنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لا ضغناك ضعف الممات وضعف الحياه وضعف الممات ثم تجي لك
علينا نصيرا. الرسول قال لنا بقيت لهم رجعت عليهم ان عذابك مضاعف. السنه الموضوعه بتقول شنو؟ يقول له اجر. والدعوه السلفيه دي بدات من 200، بيقولوا لها 100 سنه او زياده. ليه ما قدرت تقضي على الناس دي كلهم؟ الناس كلهم دارين الحجه الواضحه هاي، لكن بتقول ده سلفي رضي الله عنه وحصل منه حصل منه. الزبير ده زبير من العوام مشى باكي لجنو بعد ما حصل وحصل من عمرو بن العاص، وانه اتفقوا يخلعوا معاويه ويخلعوا علي، الاثنين اتفقوا كده. قال لي اتقدم يا اسمه يا ابو موسى الاشعري اللي كان مكلف انه يكون وكيل لعلي بن ابي طالب. الاثنين اتفقوا انه يخلعوا علي ومعاويه، ده يطلع يقول انا خلعت علي وده يطلع يقول انا خلعت معاويه. ف ابو موسى ويختاروا لهم ذول. ابو موسى طلع قال انا خلعت صاحبي كما خلع الخاتم الصباحي. طبعا الروايه دي عارفينها، لكن عسى يكون بتاع الخواتم الفواصل زيفها. وطلع عمرو بن العاص قال انا سبت صاحبي كما سبت خاتمي. فده نفاق ولا ما نفاق؟ وبعدين عمرو بن العاص الكلام ده قالوا شنو؟ قالوا هو كان بيتمنى ثاني بعد الخوارج طلعوا من علي بن ابي طالب، كان بيتمنى انه الدائره ثانيه ترجع. ما لسه هاي هاي ما بلخص كلامي انا هاي هاي. الزبير بن العوام بعد حصل من الحصل ضاع زهر باكي. الجماعه دي اللي شعروا به يحسبون كل صيحات عليهم، هم العدو فاحذرهم وغضلهم الله ان يفكون. مشوا رسلوا من قتلوا يقتلوا قتلوا عشان يموت بيسروا. وجاء الكذب رسلوا لي علي قال انا قتلت الزبير. قال انا قتلت الزبير. طبعا الزبير حيجي رايح حيقول شنو؟ حيقول لي انا قال لي علي ده منافق. قال لهم منو؟ قال لي جمل. هاي الواقعة سميت واقعة الجمل لأنه فلان ده كان راكب الجمل بعيد في معاوية وبعيد في عمرو بن العاص. ها وضرب الله للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. عشان ما تعتذر لي ده طيب ولازم مرته تكون طيبة زيه. عمر بن عبد العزيز مات كيف؟ عمر بن عبد العزيز ما طيب؟ سممته احدى زوجاته، يتسمى بواسطة احدى زوجاته هاي. ف ما انا حسي انا طيب الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. طبعا هذا للأسف الشديد هذا الرجل، ونحن نتبرأ منه ما أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هو من الرافضة الشيعة الملاحدة، وهو الآن قاعد يناقض في آيات الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن في أفضل من مشى على وجه هذه البسيطة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عنهم زي ما بيتكلم عن أي إنسان فاجر لدينا الآن. وهذا من حقد الرافضة قبحهم الله ولعنهم الله، وهذا ما جديد عليهم. يعني دارينك يا عمك ما تكوري، عرفت أن كلامك ده كله أنت قلته في جامعة الخرطوم النازي كاشفاك، عشان كده ما دارك تتكلم ذاته لأنه كلامك قبيح وسيء، فهمت؟ طيب ما تكورك من برا، انت ما عندك القران ده ما بتؤمن بالقران. ربنا قال الذين يستمعون القول، الايه دي قريتها لك في جامعه الخرطوم كم مره؟ محرفه الايه المحرفه. قبل ما نمشي للروايات قال نجيد واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل. انت ما جبت حاجه من راسك، كلامك ده كله جابه قبالك الكافر الخميني، جيب من الكفار بس. انا ما اعرف ابو جهل بيبقى لك شنو، المهم لكن ده انت ما جبت حاجه جديده، تفهم الحاصل؟
طيب قال أنا بقرأ في القرآن وصلت لأمور. ليه؟ لأنك أول حاجة القرآن ما مؤمن به، والدليل إنك قاعد تقاطع، وتاني حيقاطع، مش أنا قلت لك كده تاني حيقاطع، لأنك ما بتقدر تصبر. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أنت الآيات اللي قريتها كلها غلط، كلها قارية غلط، وبقراها بالدارجي دي الرواية اللي ما حصلها المفسرين، حاشا المفسرين يحصلوا مرحلتك دي. يقعد سنعذبهم مرتين لما تقول لهم بألف جنيه. ده شنو ده هوس ده؟ في على الأقل في مفسر بيصل لدرجة زي دي؟ حوط طقطقة ما بتحصل مرحلتك دي. طيب طيب، فكلام ذاته عجيب. انا ما اعرف الناس دي نفسي كلام محمد مصطفى عبد القادر الدجال، دجال الفتحاب والعياذ بالله. المهم انا جاي كلكم بنجمكم، تقالوا عندهم حاجه ما عندكم اي حاجه، فهمت؟ عشان كده انا والله ما اخوك الا من باب قول الله عز وجل والى عاد اخاهم هودا، فهمت؟ ومحمد مصطفى ما اخوي، لانه انا ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا شنو آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. لو أبوي عديل عاطل وما عنده أي موضوع، تفاهم الموضوع؟ تقال أخوك ساكت وكان معاكم زمان، نحن في شركة، ده دين يا زول. أنا بغلط بيردوا علي وببينوا زيفي للناس، فلان من الناس يغلط بنبين زيفه للناس. إحنا ما شغلتنا شغل بتاع تلصق زي شغل الشيعة بتاعنا. طيب فقال وصل إلى ما لم يصل إليه المفسرون، وإنما وصل إلى دين الشيعة الكفري، تنادوا في الحسين وتنادوا في فاطمة رضي الله عنها وتنادوا في آل البيت، وده الشرك بالله. أول مسألة نوريها لك في دين الرافض الباطل القبيح، دين الرافض الباطل القبيح، تنادوا غير الله سبحانه وتعالى من دون الله. ليه؟ ليه تنادوا من غير الله من دون الله؟ قبل ما نجي لدين، أول حاجة العقيدة، تنادوهم ليه؟ ليه تنادوا علي بن أبي طالب؟ ليه تنادوه من دون الله؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ربنا دم وصلت إليه، أنت ما قلت وصلت لحاجات ما وصل لها المفسرين، فهمت؟ لا 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 لا، أنا ما بخليك يا عمك، ما بخليك تبرطع على كيفك، ودار تفهم ليه القرآن بيفهمك أنت بس، كل مؤهلاتك طاقتك دي. قال قرا وين؟ قال قرا وين ما بعرفه؟ أنا ما أعرف دخله كيف، أوعى تكون جامعة بس، نبرأ إلى الله إنه جامعة تستقبلك، ويكون بس بتاعنا الحرس نايم ولا ماشي يشرب موية وجيت خاشي ساكت، فهمت؟ لانه انا عندي احسن لي يخش الحمار الجامعه دي، لانه ممكن يجيب لنا حاجه مفيده، يجيب حاجه للكافتيريا وكذا، اما تخش انت. طيب قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، قال المفسرين قالوا اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، ودار يصل لانه ده مخالف للقران. اول حاجه المفسرين الكلام ما قالوا في الايه دي، ده نمره واحد. تفسيرك ده انت جبته من وين؟ عرفت؟ العلماء المفسرين جابوا التفسير ده في سورة الفاتحة، وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الفسر الآية دي كده، المغضوب عليهم هم منو؟ اليهود. والضالين هم منو؟ هم النصارى. هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تؤمن بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. لكن شيخك الخميني الكافر قال إن الرب الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر ثم عمر، هذا الرب ليس ربنا وهذا الإله ليس إلهنا. عرفت؟ ديل شيوخك الروافض قبحهم الله ولعنهم الله أينما حلوا. أنت ما كان تمشي اليمن دي تدخلك هنا جنو، فهمت؟ طيب قال قبل الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتحنث بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما كان يهوديا وما كان نصرانيا. أنا ما عارف أنت الكلام ده بتجيبه من وين الكلام ده، ولا كان من الصابين. النبي صلى الله عليه وسلم كان من الصابين، أنت دار تقول كده يعني النبي كان صابي؟ لا كان صابي. أنت معناه في فهمك السقيم ده، شوف ده الزول اللي بيفهم القرآن براو. ربنا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أهذيل كده كويسين برام ولا من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ديل ياتهم ديل الخلوا النصرانية وخلوا اليهودية وخلوا عبادة الشمس وخلوا عبادة القمر وخلوا عبادة الظلمة وخلوا عبادة النور وخلوا عبادة المخلوقين وعبدوا الله. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده القرآن ذاته، انت
انت عمك فاهمك ده ما عارف الحاصل عليك شنو انت فهمت؟ ما ربنا قال من آمن، انت فاهم من آمن معناه شنو؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم كان على آية ملة، هذا كان على ملة إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء كما جاء في السيرة النبوية من حديث عائشة رضي الله عنها. والدليل على ذلك إنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي واستدلت له عائشة بطيب الصفات ومشوا لورقة بن نوفل وقال وكان ورقة رجلا يقرأ بالنصرانية ويقرأ من النصرانية بالعبرية فيقرأ ما شاء الله سبحانه وتعالى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي نزل عليه وهو جبريل هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم على دين النصارى وعلى دين الصابين. شو الشيعة دارين يوصلوك وين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صابي. أنت عارف صابي معناه شنو؟ معناه كان بيعبد الكواكب. دير ده دينه، ده الوصل له، إنه دار يطلع على الرسول صلى الله عليه وسلم بيعبد الكواكب. ده دين ليك عليك الله؟ ده دين ليك ما بتخجل؟ هسي أنا بس رجال ساي كده أبقى أعبد كواكب؟ خليك من الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ده فطرة ساي، فطرة بس، ما ممكن يعبد غير الله النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم مش هو، أهل الجاهلية فيهم ناس ما كانوا بيعبدوا الأصنام، منهم أبو بكر ومنهم عثمان ومنهم غيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم زيد ابن عمرو ابن نفيل. أنا ما قلت لكم الزول ده ما بيقدر يسكت؟ زول دار يطلع على الرسول صلى الله عليه وسلم بيعبد الأوثان زمان. ما عبد نبي، مش النبي صلى الله عليه وسلم، نبي من آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ذاكرا ولا ناسيا، ما عبد صنما قط قط، ما عبد غير الله. فإنت طلعت صابي. المهم زيد ابن عمرو ابن نفيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا وكان يتكي على الكعبة ويقول لأهل مكة الشاة خلقها الله وأنبت لها الكلى تذبحونها لغير الله. فكان على ملة التوحيد وعلى دين التوحيد وهو من أهل الجنة رضي الله عنه. وما أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم كان صابئيا، ده وصلت له انت ما عارف تفسير ذاته، لا عنده مرجع ولا عنده قاعدة محددة ولا عنده مرجعية محددة. يقول لك اللغة العربية واضحة، وانت بتعرف شنو اللغة العربية اللي عرفتك؟ ما بتعرف لغة عربية انت، انت والجبيل ده ما بتعرفوا حاجة، كوجنتوها ذاته فهمت؟ لبانة ما بتبقى. طيب قال وممن حولكم من الأعراب منافقين ومن أهل المدينة، دي برواية منه؟ رواية الخميني ولا شنو؟ ها؟ منافقين، منافقين لما تقول باركوها دخلها جولاية يا ناس، ده شنو ده؟ ديل الشيعة، ما هو الجهلة شفت؟ عشان كده العلماء قالوا الرافضة حمير اليهود، بيكون زي عمك ده النوعية دي فهمت؟ زول ما فاهم سجم رماده ودار يتكلم في الدين ودار يطلع صحابة برا الدين، وهو نسأل الله إنه يعني يبصر الناس بيدينهم، هو ما قادر، لا قادر يقرأ قرآن صح ولا قادر يجيب سبب نزول صح ولا قادر يجيب له حديث صح ولا قادر يتم الآية النهاية بترود عليه صح، ما قادر تسوي أي حاجة. تمهيلاتك شنو يعني ذاته وضعي غريب ذاته. أهل الضلال ده ذاته بيجوا فشرة، زمان أهل الضلال بيجيبوا شبهة وكذا والناس بترود عليه، لكن هسه بيجوا يكوجنوا ساي، بس الواحد لقى الناس واقفين وطلبة قاعدين قال كده يمكن نلقى له نعود أو ما أعرف ليك شنو كذا، داري يجي خاشي ها ما عمك الشغل ده الجرائد بتكورك فوق وانت تجي خاشي ساي. الجرائد بمليارات وفيها سكرتير وفيها ابي غادي بتلقى بتاع الهدف قاعد والمدير العام ونائب المدير العام ودي اشطبها وتصدق وده كله ما اشتغل، دي غلبتهم. دار تجي انت بطاقتك بس مؤهلك كله قماش ب 10 جنيه دار تجي تتكلم في الدعوه دي، تتكلم في صحابه ها؟ شوف الزول ده بعدين بيتكلم بحقد عجيب ذاته عن الصحابه، حقد غريب مره واحد. طيب وشوف اي زول بيتكلم في الصحابه ديل بتتزله، والله نزل لك زله اسوء بنخليك ولا بنرتلك، معلش لو نبستني انا اي كلمه فوقي انا عافيه لك، لكن كلمه في الصحابه والله ما اخليك. شفتها ابقى لك ضبه بمفتاح 10 ما بخليك فهمت؟ طيب قال وممن حولكم من الاعراب منافقون طبعا الايه، ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب غليظ. الآية دي بعد
تزكية الصحابة رضي الله عنهم جاءت الآية دي من سورة التوبة، وهي بتتكلم عن المنافقين اللي كانوا بيتربصوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة. عشان كده الآية قالت وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. من أهل المدينة زي منو؟ زي عبد الله بن أبي بن سلول، يعني زي الطلبة ديل هنا قاعدين يحضروا وفي نوعية تقدي ديل ديل دي تفسير الآية، تفاهم؟ فالصحابة ديل شهدت لهم الآيات، قال يقول لك شوف الزول ده عجيب كيف، قال يقول لك الصحابة ديل عدول حتى لو غلط. قال لك ده منو؟ لا انت ما عجبك القرآن يعني ولا كيف؟ جيب مصحف، جيب مصحف افتح لي سورة التوبة، جيب مصحف تاني اديه كم نسخة. انا ما اعرف هالشيخ بيجوز ندي له، هل بيجوز انه يمس المصحف؟ بيجوز يعني؟ ها؟ ما بيجوز، خلاص الجنب وافتحه له، افتح له افتح له سورة الفتح اواخرة، افتح له سورة الفتح بس بس يا النور افتح له سورة الفتح، ما يمسك بيده، فهمت؟ لانه القرآن ده طاهر. جيب مصحف تاني افتح له سورة التوبة، انت ما قدرت تقتنع ما لك شنو؟ افتح له سورة التوبة تاني، جيب مصحف تاني افتح له سورة الحديد، والله لا يا عمك شياطينك تطير، جيب مصحف تاني افتح له افتح له سورة الحديد، في مصحف تاني؟ نديك مصحف تاني. لا القرآن، رايك شنو في القرآن؟ عشان تعرفوا، عشان تعرفوا يا شباب، خليه ما تتناقش معه يا النور، عشان تعرفوا يا شباب ان الشيعة ما بيؤمنوا بكتاب الله. جاء في كتاب الكافي لأصول في الكافي للكلين في الصفحة رقم 55 قال عن أبي عبد الله عليه السلام، هو من آل البيت وبكذبوا عليه وسايح، فهمت؟ قال وإن عندنا لمصحف فاطمة، وما أدراك ما مصحف فاطمة، قال فيه مثل قرآنكم، قال مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، وليس فيه من قرآنكم حرف واحد، حرف واحد ما فيه. ديل بيزعم إنه القرآن محرف، عشان كده هو ما داير يقرأ الآيات ولا داير يسمع الآيات، وقد يكون في احتمال ثالث ما بيعرف سورة الحديد ذاته، فهمته؟ فده القرآن، انت ما قلت ما داير كلام مفسرين. ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أعد ده فعل ماضي يفيد إنه الموضوع ده انقضى وانتهى، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والبإحسان في غزوة بدر كتلوا الشفوت شيوخك ناس أبو جهل الشيعة بتاعين زمان، وكتلوا رضي الله عنهم في غزوة أحد ثبتوا رضي الله عنهم، وفي غزوة الخندق وفي غزوة تبوك، وفتحوا الدنيا وفتحوا بلاد فارس وبلاد الروم، فتحوا الدنيا كلها رضي الله عنهم. الصحابة يخنا، والصحابة دل ما نزل فيهم قرآن إنهم كويسين، الرجال دي ساكت ما كفاية يا شباب، ناس فتحوا الدنيا. الليلة المسلمين في الصين، المسلمين العواليق الرافضة دل الخشوا الإسلام تسترا ونفاقا، وغيرهم المسلمين في أمريكا وفي غيرهم، يرجع الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى من؟ للصحابة رضي الله عنهم. فتحوا الدنيا، ناس كان بيربطوا في غزوة اسمها جيش الخبط، تعرف جيش الخبط؟ تقدر تفسيرها باللغة العربية ولا أخبطك أنا؟ فهمت؟ جيش الخبط، الصحابة رضي الله عنهم كانوا ماشيين في الصحراء لغاية ما كرعينهم تحت الكرعين بتاعتهم تحت بققت وقامت شنو؟ اللحم بتاعه وقع، بيجوا يشيلوا الشجر، يخبطوا الشجر، ينزلوا يربطوه عشان شنو؟ عشان الشمس ما تاكل كرعينه. ها؟ ربنا سبحانه جيش العسرة، سموه جيش العسرة ليه؟ المنافقين ناسك، منافقين ناسك ذيل. ها؟ ما أبو يمرقوا، أبو يمرقوا 80 واحد، أبو يمرقوا، ما هو أنت قال أي سلف صالح؟ ربنا قال عن فرعون في سورة يونس فجعلناهم شنو؟ سلفا ومثلا للآخرين. أي شبهة بتجيبها ربنا قال ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسير، فهمت؟ ما بتقدر تلعب. ممكن لو لقيت الشفوت ديل انصار السنة مع محمود صفا بتاعهم قال نفس كلامك ده، ممكن تمشوا تتجدعوا هناك، فهمت؟ لقيت عطالة تانين كيزان سيد غطب قال الكلام ده، تلقى النيل أبو قرون الصوفي ممكن تلعب معه، لكن تجي هنا كلكم بنشوتكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ما بتقدر تلعب علينا، فهمت؟ فربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة. شوف من الآيات اللي بترد على النوعية دي، أول آية بدأ بها، أول آية بدأ بها ربنا سبحانه وتعالى قال
للفقراء، ده الفي، الفي ده المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال. ربنا قال الفي ده لمنه؟ واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول، فهمت؟ هناك ربنا سبحانه وتعالى قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. بعد ذاك الآية البعدية ربنا قال الفيل يمنوه، ربنا قال للفقراء الذين أحصروا الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. شوف يبتغون دي معناها شنو يا الشباب؟ معناها شنو؟ يطلبون مش؟ والطلب بيكون بالقلب ولا بيكون بالقروش؟ مش بالقلب. ربنا قال يبتغون عن الصحابة فضلا من الله ورضوانه، دل دايرين دايرين من ربنا سبحانه وتعالى الفضل والرضوان، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ربنا قال ديل يا هم الصادقين، يا ناس نصدق كلام الله ولا عمك بطاقية ده؟ ها يا ناس البلد دي الحاصل فيها شنو؟ دي مكة ولا الحاصل شنو؟ في شنو يا عمك الحاصل شنو؟ انت مالك ما قارتهم بالقرآن، انت ما تبقى صريح، ما تبقى صريح. الآية دي رأيك فيها شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال والذين ربنا قال والذين شنو؟ والذي الأنصار الآية البعدية، لا الآية القبلية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم شنو؟ خصاصة، يعني حتى حاجة حقتهم هم بيؤثروا بها. ربنا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم شنو؟ المفلحون. والآية البدأ بها هو ربنا قال والذين جاءوا من بعدهم شغلهم شنو؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، حقد زي بتاع عمك ده غلا، والله لو دار تفسير الآية بس عين الشكل ده والله جد شفته. ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عشان كده العلماء استدلوا بالآية دي على إن الزول في قلبه حقد للصحابة ده ما عنده نصيب من الفيء، ما عنده نصيب. نحن لو مسكنا البلد دي يا عمك والله خيط ما تلقاه، خيط ما تلقاه. طيب فربنا سبحانه وتعالى هو العدلهم. ربنا قال وكلا وعد الله الحسنى. ربنا قال لقد رضي الله عن الرضي، رضي ده يا اخوانا فعل اسم حرف يا توفيهم، فعل ماضي مضارع امر شنو؟ ماضي، يعني وقع وانتهى وجاب اللام الموطئ للقسم وجاب قد تاعت حرف التحقيق انتهى. انت ما بتعرف لغه عربيه، انت لو كان بتعرف لغه عربيه مما تلقى قد دي طوالب تلم ضنبك وتعصر قدام، فهمت؟ لو انت بتعرف لغه عربيه، لكن انت ذول اللغه العربيه بتجي ماشيه فيك ساكت زي البص السياحي ما فاهم اي حاجه، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لقد رضي، موضوع انتهى خلاص. رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. يا سلام شوف الآية دي كيف، ده الصحابة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم شنو؟ فتحا قريبا. شفته؟ فربنا سبحانه وتعالى فتح للصحابة فتح مكة. يا أخي الآيات بتنزل وبتتحقق بجاي، جو رجعوا الصحابة من الدخول لمكة ربنا وجاء صلح الحديبية ربنا سماه فتح، وربنا قال للصحابة حتدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالآية وقعت زي ما هي. تاني اعملوا لكم شنو يا شيعة؟ اعملوا لكم شنو؟ تجايك بحاجة جديدة، نجرة جديدة ودائرنا نصدقها. أنا ذاتي دار أنجر نجرتك دي كلها فاشل. أها ما نجر، نجر أخضر بس، نجر ده ما بيمشي فينا يا عمك. لو كان بيمشي فينا كان مشينا مع الدجال ومين كده هواري ومين كده مين خالد عبد اللطيف وبقينا انصار سنه وبقينا نبكي زي عمك ده، وجينا قلنا لك ضيفنا اهلا بك انت بين اهلك سوف تجغى من جلابيتك، معايا؟ فهمت؟ لكن ده هو الساكت. نحن نشوف تجيب دليل معاك، ما جبت دليل بتتورط، خاصه لما تطعن في الصحابه. بيطعن في الصحابه ده نحن بننجم ونجامين والله الذي لا اله غير، اعمل حسابك. فهمت؟ القران طعن في زيك ديل ما طعن في الصحابه. بعدين قال طبعا الزبير وطلحه ديل كانوا مخدوعين، وقام ربط الكلام ده مع مقتل الزبير رضي الله عنه، وده كله اخواننا من التلفيق
الحصل بين الصحابة رضي الله عنهم إنه مجموعة من الشفوت ناس حكيم بن جبلة ومالك بن الأشتر النخعي وعبد الله بن سبا اليهودي وغيره، وده ذكروا ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وابن العرب المالكي في العواصم من القواصم وغيره من العلماء وأهل التواريخ والسير، قالوا مجموعة من المنافقين الصحابة رضي الله عنهم، معاوية رضي الله عنه طالب بدم ابن عثمان بن عفان بنص القرآن من سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان جنو منصورة، ده بنص القرآن لو أنت بتفهم القرآن بالفهم الصحيح، فهمت؟ فطالب بدم عثمان بن عفان وما قتلوا علي رضي الله عنه، فهمت؟ وإنما قتلوا مجموعة من الخوارج، مجموعة من السفلة والشفتة، ودخلوا في جيش علي رضي الله عنه عشان شنو؟ عشان يتقوى به، وده موجود الآن واقع، زول بيقتل زول بيقوم بيخش يقول أنا معاك وبنصرك وانت عندك قضية عشان شنو؟ عشان هو ما يمسكه، فهمت؟ ده حاصل. فدخل في جيش علي رضي الله عنه، ومعاوية أصلا ما ادعى إنه خليفة ولا إنه أمير ولا إنه يستحق الخلافة، عرفت؟ ولا غيره من الادعاءات التي يدعيها أهل الباطل وأهل الضلال، سيد قطب ومحمد مصطفى عبد القادر والخميني والعوالق ده، فهمت؟ بل سئل رضي الله عنه كما في فتح الباري، قال لي أنت تقاتل عليا أنك خير منه أو أحق بالملك منه؟ قال لست بخير منه ولا أحق بالملك منه، ولكن أطلب بدم ابن عمي. فهو كان يطلب أن يقتص له من قتلة عثمان ثم يبايع، لأنه خاف رضي الله عنه إذا بايع أن لا يقتص من هؤلاء القتلة وتقوى شوكته، فهمت؟ فكانت مسألة اجتهادية، دي ما مسألة بتكفر، دي ما مسألة بتكفر. شوف الزول ده داعش، خد بالك، شيعي وداعش زي ريحة الاتش تويز، فهمت؟ رائحة البيض الفاسد، فهمت؟ الزول ده شيعي بيكفر بمسألة القتل. انت لو قتلت مسلم يا اخواننا كافر؟ كافر انت؟ اللي بيكفروا بالكبائر ديل منو؟ ديل الخوارج بس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: كلا وشر قتلى تحت أديم السبع. شفت الفكر بتاع داعش؟ ارفع الطاقية دي وافتح الراس ده بتلقاه قاعد جوا في الزاوية الشمالية الغربية لعله او وين ما بعرف، فهمت؟ لكن بتلقى الفكر بتاعه بتاع داعش قاعد جوا. هل نفترض انهم تقاتلوا عدي رضي الله عنهم، هل هذا من الامور التي تكفرهم؟ دي يا اخواننا امر بيخليه تقتل مسلمين، يخليك تكفر مسلمين، معصيه من المعاصي؟ ده منهج الخوارج، منهج ما عليه دليل ولا ايه من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ده منهج منحرف، منهج باطل، منهج بليد بتاع شيعه وبتاع اخوان مسلمين وبتاع خوارج وبتاع داعش وبتاع جبهة النصرة. إنه أنت زول وقع في معصية تقوم تكفره بالمعصية دي بلادة، دي بلادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهم نزلت أدلة وآيات ربنا رضى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهمت؟ لا ده بصالحة، انت ما تيل عرفك بحديث صحيح وما ما صحيح، حديث عند البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا في مشهد من الناس، في مشهد من الناس الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا، والحديث في شنو؟ في صحابي جليل رضي الله عنه لما أرسل لأهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوكم، فهمت؟ فعمر بن الخطاب لما قبضوا الكتاب، الزبير رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لما قبضوا الكتاب عند الضعينة، تعرف الضعينة؟ لما قبضوا الكتاب عند الضعينة وجو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحابي لهم قرابات يحمونهم بها في مكة، وأردت أن يكون لي يد عند أهل مكة، يد عليهم عشان يحفظوا لي مكانتي، فهمت؟ فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ربنا غفر للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، فهمت؟ فالصحابة رضي الله عنهم عدول بتعديل القرآن وبإجماع الأمة وبإجماع أهل الرجال، ساكت رجال بس، فهمت؟ بعدين هو قال دي السنة الموضوعة. طيب انت قلت علي رضي الله عنه ومعاوية وكده، من وين جبت الكلام ده؟ جبتها من وين؟ هل في القرآن في؟ ها؟ في القرآن في؟ جبتها من وين؟ المنطق؟
المنطق كيف يعني؟ اتخيل اتخيل انا اقول لانسان بالمنطق كده، بالمنطق انت حبوبتك اسمها فلانه، بالمنطق يا منطق بتاع شنو هسي كلامك ده؟ في واحد من منطق؟ طيب نمشي لقدام. قال السنه الموضوعه، السنه دي يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى، ركزوا معي، خليك من عمك، عمك ده ما داري يفهم ذاته كويس. السنه دي يا اخواننا عشان نعرف انها صح ولا غلط، كيف ربنا ورانا قواعد في القران الكريم. السنه دي ما عباره عن اخبار جاتنا، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا القواعد اللي بنقبل بها الاخبار في القران الكريم. ربنا قال في سوره الاداب، سوره الحجرات: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم شنو؟ نادمين. العلماء قالوا هذه الايه دليل ونص واصل في باب الاخبار وباب قبول الروايات. يعني انت الليله لو جاء واحد جاء قال لك هنا زول زي عمك ده، جاء قال لك في امتحان، انا بصدقه والله بركب الحفله وافوت. ليه؟ لانه زي ده ما بيقبل شهادته، ده مجروح في روحه، فهمت؟ بيطعن في الصحابه. اما اذا جاني زول انا بعرفه، زول زميلي وزول ما بكذب وكذا، قال يا اخي جدول الامتحانات نزل، الزول شنو؟ صادق، الزول صادق وهو قاعد في الجامعه، ده المنطق بيقول كده. يا عمك انت مالك ومال المنطق؟ فطوالي انا بقوم بمشي وبعرف انه كلامه حق. فالعلماء قالوا عشان تكبر لك خبر من الاخبار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم او غيره، في خمسه شروط، خمسه شروط يا عمك، وكلها مستفاده من الايه دي، ما زي حقتك انت قال انا قال شنو؟ قال انا وصلت لامور ما كل الناس بيصلوا لها. طبعا اي زول في السودان داري يجيب له رميه كبيره حاجه كده، الشباب بيسموها شنو؟ يقول لك حامضه، مش داري يجيب له حاجه حامضه كده، فهمت؟ او بيقولها وارم، الميم حسب كلامه بيقوم بيرمي لك الوهمه دي زي الترابي وزي يا اخ فطومه، احمد ابراهيم قالت كلامك ده، انت شلتها من فطومه ولا شنو؟ فهمت؟ ففطومه الشيوعيه قالت شنو؟ قالت انا قرات القران، قال ووجدت ان كل المفسرين فسروا القران على مصلحتهم الخاصه، وان تعدد الزوجات في القران حرام. دي فطومه ما براسه، فهمت؟ دي ما براسه، ده عمك ده فطوم، ده عمك ده ده قال ده قال وصل لحاجات، انت وصلت فين يا عمك؟ وانت راكب من وين ذاته؟ فهمت؟ انت ما وصلت لاي حاجه، زول عجيب ذاته. خمسه شروط، الشرط الاول ودي المنطق بيصدقه وبقره، وده مما تميزت به والامه الاسلاميه، وهم بيطعنوا في الاحاديث وفي السنه وفي الاخبار وفي القواعد، لان الرافض اكذب الطوائف. يا اخي في الكتاب بتاع الكافل الكليني ده عندهم قالوا حمار في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال عنده سند من الحمار اللي كان في سفينه نوح، حمار عنده سند. والله تباري ديل تباريهم يطلعوك ما نصيح ذاته، ما بني ادم، فهمت؟ ما يطلعوك بني ادم ذاته، يقول لك حاجات عجيبه، انه اهل البيت يوم القيامه هم الذين يحاسبون الناس. وربنا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، اللي بيضع الموازين منه ده ربنا سبحانه وتعالى، فهمت؟ وربنا قال يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فهمت؟ فالمنهج الشيعي ده انا ما اعرف عمك ده مدخله فيه شنو. لو كان شاب كان قلنا المتعه، الشيعة عندهم المتعه، تمشي لوحده بغادي تلبد لها تمشي ترقد معاه ساعتين، تتفق مع عادل الساعه ب 10 جنيه 20 جنيه ساعتين، لو زادت فمن باب المندوب، فهمت؟ ده لو كان عمك ده شاب، لكن انا ما بعرفه ليه. الشيعة عندهم اباحه الزنا اللي بيسموه ده، وعندهم اباحه اللواط، عديل في الكتب بتاعتهم، ودي فيها درجات، ولما تزني انت قالوا البزني مره واحده في درجه الحسن، انتوا اسيتوا للحسن رضي الله عنه والحسين وكلهم، فهمت؟ وقالوا من تمتع مرتين صار في درجه الحسين، ومن تمتع ثلاث مرات صار في درجه علي بن ابي طالب. هوس ده الدين بتاعك بتاع الشيعه بتاعك، بل عندكم انتوا في كتبكم بتاعت الشيعه انه يجوز الاستمتاع حتى بالرضيعه. يعني يا اخواننا زول لو بقى صعلوق مره واحد، صعلوق مره واحد ما اعرف اقول شنو، لكن بالرضيعه ما في عقل بيقبل، لكن ده قاعد في الكتب بتاعتكم. صحيح والله ما في عقل بيقبل، شينا والله، شينا منكوره، شينا، فهمت؟ حامضه زي ما انت جبتها وارمه. طيب بعدين ناسك، وده كان الكلام ده بتلقاه كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، تاليف موسى الموسوي، ده كان شيعي سنين طويله وكان مصاحب الخميني، الخميني ده الراس الكبير ما زيك انت،
فهمت؟ كافر كبير. فهمت؟ الخميني ده قال نزل مرة مع واحد من الحيران بتاعنهم، وداك جاب له رضيعة بنته وداك يستمتع بها، والبنت تصرخ للصباح. كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، نزلوا بي دي اف. عجبك عجبك، ما عجبك امشي افتح بلاغ في البتاع. طيب قال اورد قصة التحكيم، قصة التحكيم انه لما حصل التحكيم بين علي بن ابي طالب وبين معاوية رضي الله عنه، عمرو بن العاص شال سيفه وابو موسى الاشعري، وطبعا ما تم اما ذاته المكنه بتاعته ما مقسمه كويس، فهمت؟ وابو موسى رضي الله عنه انه مشى وقال لابو موسى، عمرو بن العاص قال لابو موسى امشي قدامي، يعني غشاو، يعني غشاو ما تصبر. لكن اصل الكلام ده ايه متواتر 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 الكلام ده، فيما تصبر خلينا نتم الموضوع ده. دي القصه دي احنا قريناها في الاساس والابتدائي والثانوي، وجابها سيد قطب في كتاب العداله الاجتماعيه، وقاعد في البيت ما جبت جديد يا عمك، الكلام ده قالوا بدري، دي حامضه قديمه تجيب لما نشفت ذاته. فده بيزعم الروايه الباطله دي، ودي من روايه ناس ابي مخنف لوط بن يحيى، قال عنه الامام الذهبي اخباري تالف ما عنده اي موضوع، فهمت؟ وده الزول ده عند العلماء ساقط، زول شيعي محترق كما قال عنه علماء الجرح والتعديل. القصة الصحيحة للتحكيم إنه لما حصل ما حصل، الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الأمر شورى في من توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه، وهو راض من تبقى من أهل الشورى الستة، وخلوا الموضوع ده لغاية السنة الجاية، وإنه يشاوروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويشوفوا الخليفة منه، ده الموضوع كده. لكن ما الحصل فيه؟ ولا عمرو بن العاص مشى لابو موسى الاشعري، ولا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه انسان زي ما بيصوروا لك الشيعه انه انسان ابله زي ما بيصوروا لك الشيعه. ابو موسى الاشعري ارسل النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعمرو بن العاص رضي الله، طيب صدقت الروايه دي ليه؟ عشان تعرف زول صاحب هوا، صدقتها ليه؟ ورضي الله عنه او عمرو بن العاص رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، دحلق ليك جوا عينك وجوا عين الخميني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابناء العاص مؤمنان عمرا وهشاما، بأدلة كثيرة في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قصة إسلام عمرو رضي الله عنه لما جاي بايع النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده قال أريد أن أشترط، تزول بليد النبي صلى الله عليه وسلم، دي اسمها السنة إقرارية يا قليل الأدب، أنت ما عندك احترام يا ما مؤدب، دي سمة سنة إقرارية، أنت ما مشكلتك مستعجل يا عمك، أنت ما عارف تحت في نمل ولا جنوب أقعد بيجاي، فهمت؟ فعمر بن العاص رضي الله عنه لما انقبض يده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك قبض؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس أخلاقا وأعظمهم أخلاقا، بيتثبت ما زيك أنت، جاري ساكت بس كشمشة بس، جاري بس، فهمت؟ جاري ساكت ما دارت يتثبت ما دارت يتثبت ليه؟ بحقد تتكلم عن الصحابه وبالفاظ بذيئه، فهمت؟ انا ولا اقلب عليك الفاظ بذيئه يا سي تقوم تجر تنسى السروال، فهمت يا خير لك؟ فلما انقبض ايده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك قبض؟ قال اريد ان تشترط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساله يشترط ماذا؟ قال ان يغفر لي الذنوب الماضيه. ولا انا خاش الاسلام ليه؟ كذا سؤال منطقي كده، الزول خاش الاسلام ليه؟ عشان يغفر له شنو؟ ذنوبه. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم شنو؟ ما قبلها. فده مغفور له بنص الحديث، لكن أنت عيان ونحن دواك قاعد عندنا، فهمت؟ كي داير قاعد عندنا، عسل قاعد موجود، شرطة محجم قاعد عندنا، نجيم كله قاعد. فدي قصة التحكيم، ما اللي بيجيبوا لك في المناهج الدراسية وغيره إنه الصحابة داك داير الدنيا وداك غش ذاك، ده كله من الكذب. الصحابة كانوا أزهد الناس في الدنيا، ولو كانوا دارين الدنيا الصحابة رضي الله عنهم كان مشوا للتجارات وخلوا الدين، وكانوا مشوا للملوك، الملوك كان بيمشي لهم. عبد الله بن حذافة السهمي الملك عمل له أي حاجة، جاب له الخمر أبا يشرب، قال له بموت ما بشرب، قال أنا عارف في حلال لي، لأنه ربنا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا شنو فلا إثم عليه. جابوا له لحم خنزير أبا يأكل، فهمت؟ جابوا له مجموعة من الإغراءات كلها رفضها رضي الله عنه، كويس؟
لم وهدده برضو أبا يرجع، قال له أنا بس ترتد عن الدين ده ونص ملكي ده بديك له. قال والله ما أحب أن للدنيا ومثلها معها وأني أترك ديني طرفة عين. بس ارتد كده وارجع ما بعملها. قال لي تقول لي الصحابة دارين الدنيا، فهمت؟ بعد ذاك ملك الروم قال له خلاص أنا بس داير حاجة واحدة تعمل لي بفكك. قال لي شنو؟ قال لي تقبل لي راسي ده، لأنه شوف ملك الروم الكافر يا عمك، ملك الروم أحسن منك، جبتها وارمة والله، فهمت؟ ملك الروم ذاته قال له بس تقبل لي راسي ده أنا بفكك. شوف العزة دي كيف. عبد الله بن حذافة قال له أنا معي مسلمين، إذا بتفكنا كلنا بقبل لك راسك، إذا ما بتفكنا كلنا ما بقبل لك راسك. شوف الكلام ده كيف. وزول أسير رضي الله عنه قبل راسه فرجع بالمسلمين كلهم، كان فتح كبير جدا. صحابة رضي الله عنه، خالد بن الوليد بحاصر قرية اسمها قنسرين، سمعت بها؟ قالوا عليك الشيعة وروها لك، ما وروك لها بس علموك الحقد على الصحابة. حاصر شهور، قال فاستعصت عليه أبت تتفتح. قال فكتب من خالد بن الوليد إلى أمير الروم ببلدة قنسرين، أما بعد قال له فأين تذهبون منا؟ فوالله لو صعدتم إلى الصحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. طوال فتحافاته، فهمت؟ دل صحابة يا ود الحلال، صحابة. أنت عارف خالد بن الوليد دل دارين دنيا؟ خالد بن الوليد قال لك في الغزوة بتاعت مؤتة اتكسرت في يدينه 6 أسياف 9 أسياف، قال فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية، صفيحة يمانية، سيف يماني بس. صحابة دارين الله، الناس بيقطعوهم. بلال رضي الله عنه قاعد في الشمس رضي الله عنه، ويأذو المشركون يأذون في المسلمين، ها، ويضطروا منهم يهاجروا من بلدهم. عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ديل دارين دنيا؟ ما دارين دنيا. عثمان رضي الله عنه البيجوا الجماعة التجار بتاعين المدينة، بيلقوا عثمان رضي الله عنه تاجر كبير بيجي بالغافلة بتاعته، بيقولوا له يا عثمان دارين نشتري منك الغافلة دي، لأن عثمان كان رضي الله عنه تاجر تمام، شغلته مجية. تقالوا شيعي ولا شنو؟ دي الصحابة يا زول، صحابة دي الفوق، فهمت؟ ومثل الشيعة ومثل فضائل الصحابة كما قال الشيخ رسلان كمثل رجل خلع سرواله ثم وضع أسته وضرط نحو الشمس وقال لا شمس بعد اليوم، فهمت؟ الصحابة ديل عثمان رضي الله عنه لما جاء الغافلة دي جات للمدينة، التجار قالوا له نحن دايرين الغافلة بتاعتك دي، وقالوا له الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين نديك فيها ضعفين. قال لهم وجدت من أعطاني أكثر من ذلك، قال له 3 أضعاف، قال لهم وجدت من أعطاني أكثر من ذلك 4 أضعاف، أكثر من ذلك 5 أضعاف. قالوا له يا عثمان نحن تجار المدينة ولا أكثر من ذلك. قال يقول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الغافلة كلها مشى وزعها بين فقراء المسلمين. ده الشيعة ما بوروك له الكلام ده، الشيعة ما بوروك له. عثمان رضي الله عنه في يهودي نديك لسه كثير بحر زاخر. ده الصحابة كلهم كده يا أخي. أبو الدحداح لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بستان كامل حديقة كان الصحابة رضي الله عنهم بيجوا فوقها، نخل وماء وراحة والمدينة جوها صعب. فلما سمع الآية دي قال للرسول صلى الله عليه وسلم الآية دي نزلت عليك يا رسول الله وأنا بحب البستان بتاعي، بحب البستان بتاعي، فجعلتها لله. شوف الكلام ده كيف مرق منا. مشى لمرته رضي الله عنها قال لا البتاع ده بعناه لله سبحانه وتعالى، شيل حاجاتك. مرته ما زي نسوان الليلة، انت ومالك وسيدي عملية تعملها ونحن نري شنو ناكل شنو ويا راجل التجنيت. لا 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 لا، دي الصحابة رضي الله عنهم. طوالي شالت حاجاته ومرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق الرداح لأبي الدحداح في الجنة. ناس يشتروا الجنة بقروشه يا عمك، دار الليلة تكذب تكذب ما بتقدر يا عمك. فدل الصحابة. اليهودي كان عنده بير يبيع للمسلمين بالغالي، عثمان رضي الله عنه قال لهم أنا الموضوع ده بجيه لكم. قام قال لليهودي أنا دار منك الموية دي يوم يشربوا منها المسلمين ويوم حقك انت بيع منه. قال لك كويس. مشى للمسلمين قال لهم اليوم بتاعكم ده أملوا حاجاتكم بتاعت بكرة تاني إلا ثالث يوم، فهمت؟ اليهودي لقى الشغل شنو ما جايب حقها معه. في النهاية قال لعثمان رضي الله عنه أديتك البر، فهمت؟ واشترى منه عثمان رضي الله عنه، أدى للمسلمين. جيش العسرة تبوك اللي تخلفوا منها سلفك أتجهزوا منه عثمان رضي الله عنه.
ها النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. عثمان رضي الله عنه جاب 700 فرس أو 700 ناقة بسلاح، يعني بلغة الليلة جاب لك تاتشر بدوشكاتا بالأكل بتاعه شو بالجاز بالبنزين كله وجاية. الباقي تماو خيول ألف وقفهم في سبيل الله، وبعد ده جاب قروش ختاو للرسول صلى الله عليه وسلم قدامه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقلب هذا المال ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. شوف الشغل ده كيف، والله فضائل أنا لو دار أرويها لك كثيرة جدا. معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش، النبي صلى الله عليه وسلم كان قائلا، تعرف قائلا معناه شنو؟ مش كان بيتكلم الغيلولة، يعني أنت بتعمل غيلولة أعمل عشان عيونك دي شوية تخف من الحمار بتاع ده، فهمت؟ أنا ما بخليه لأنه اتكلم في الصحابة، والله ينجمك نجام لما أنت ذاته تستمتع ذاته، فهمت؟ عثمان رضي الله تبارك أبو معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان قائل في 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 بيت أم حرام، أم حرام بنت ملحان، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سألته أم حرام قال رأيت جيشا من أمتي غزاة يركبون ثبج هذا البحر. بتعرف ثبج؟ ودار تفسر القرآن وجيت بحاجة جديدة. ثبج معناه شنو؟ الجديد شنو في ثبج دي؟ ثبج 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 البحر. هسي بقت ثبج شنو؟ والله يا أخواننا ذات الناس بتجيب لها حاجات ذات، يعني الزول لو دار ربطة كده هسي المايك ده فيه صواميل بتتربط، لكن ما ممكن أجيب لي صامولة بتاع التلفون أربطها في المايك. الكذبة دي أنت أربطها كويس، ربطتك دي أربط جيب لك حاجة ذات تلفق معاها. زول بجوطة الشغلة جوطة عجيبة خلاص. فأول جيش ركبوا البحر كانوا جيش معاوية رضي الله عنه رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين رضي الله عنه. إنسان ضبط ولاه عمر رضي الله عنه وولاه من جاء بعده، فضبط الأقاليم 20 سنة. وما علم أن لمعاوية رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية شاعرا قد هجاه. ما عارفين إنه في شاعر هجا معاوية رضي الله عنه، ما في. وده أخواننا ما في، ما بتلقاه. يعني ممكن تلقى شنو؟ قد تلقى مثلا الإمام حاكم ظلوم، صح ولا ما صح؟ وبيكتل الناس، لكن بتقدر من بر البلد بتاعتك تهجوه ولا ما بتقدر؟ بتقدر صح ولا ما صح؟ عثمان رضي الله عنه ما لقوا زول هجاه، ها؟ فقال ابن تيمية حسبك من يثق فيه عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، ويضبط الأقاليم ويقوم بالأمور خير القيام معاوية رضي الله عنه. يا أخي ابن عمر قالوا له من أسود الناس؟ مش معناه لونه أسود. أنت معي يا عمك مركز ولا شبكتك طشت؟ والله نحن شفتها أننا نشغل لك واي فاي لما موبايلك يطفي ذاته، فهمت؟ ها؟ ف معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه عنده فضائل كثيرة. ابن عمر قال قالوا له من أسود الناس؟ قال أسود الناس معاوية. قالوا له طيب عمر رضي الله عنه أبوك؟ قال كان أبي خير منه، كان أبي خيرا منه، وكان عمر أحق بالملك. وابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إشار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أعلم أنت ولا ابن عباس يا عمك؟ فهمت؟ ابن عباس رضي الله عنهما كان بيقول أحق الناس بالملك صاحب هذا الباب، ويشير إلى باب معاوية رضي الله عنه. وتكلم الناس في معاوية في حضرة ابن عباس، ما في كلام يا أخواننا. مثلا ممكن أنا بتكلم في الميكروفون، مثلا لو أنا شيوعي أو علماني ما برى حرمة الخروج على الحاكم وجواز الكلام عليه في المنابر، مثلا بتكلم هنا بخاف مثلا بسكت، لكن لو قاعدين في الشاي هنا أنا وصاحبي ما بتكلم، الحكومة فعلت وتركت وسوت، بتكلم ولا بتكلم؟ بتكلم، فهمت؟ فماذا كان في منبر ابن عباس رضي الله عنهما، واحد يتكلم في معاوية، ها؟ فقال له دعه، وقال له إن معاوية لا يوتر إلا بواحدة، بيصلي الوتر ركعة واحدة. قال له إن معاوية فقيه، وقال له في رواية دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كانوا بياخذوا حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث ده رواه منه؟ رواه معاوية رضي الله عنه. ما بقولوا خليهم يقولوا، مش زي ما قالوا الدلمين، انت فين عرفتك يا عمك؟ ها؟ ده كلام ذكره علماء جبال زي ناس البخاري
وزي ناس مسلم. انت قايل مطرنقع ساي عمك بس جاي شايل لي نعلاتك وجاي جاري قاعد تطعن في الصحابه، ما بتقدر. هسي انت هسي قادر علينا، خليك من الصحابه. نحن بس خليك من الصحابه، نسال الله انه يحشرنا مع الصحابه، خليك من الصحابه، تعال اقدر علينا نحن. انت والخميني وعطالتك كلكم نمرمضيكم الواطه ونجعكم في الزباله كلكم. فهمت؟ كلم انت في صحابه، الله يهانه الزلابيه لك. طيب قال قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وقال ما تعتذر لي، قال ما تعتذر لي، تقول ده طيب ومرته طيبة، قال ما تعتذر لي، ده طيب دمنه، ده الطيب دمنه. الآية الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون، الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. مبرؤون دي معناها شنو يا أخواننا؟ والذي وصلت لها جديدة، ها؟ أولئك مبرؤون. فهمت؟ قال ما تقول لي ده، الآية دي نزلت في من يا أخواننا؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة، ولا كيف؟ الطيب دمنه. قال ما تقول لي ده طيب ومرته طيبة. أقول لك شنو؟ يا صديقي يا فتى يا دجال الخميني، أقول لك شنو؟ يعني القرآن، القرآن ده ما دايرنا نتبعه. أهادي ده رواه منه، ده رواه منه. ربنا سبحانه وتعالى قال الطيبات للطيبين. الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ولا ما طيب؟ بس إلا تقول لي ما طيب، والله ما خلي. هسي بتمرق من هنا وكافك برا. النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولا ما طيب؟ طيب. فهمت؟ طيب. ربنا سبحانه وتعالى نزل لك الآية، ربنا قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. سورة النور دي في شريعتك انت؟ ما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ اما الآية بتاعت وضرب الله مثلا للذين كفروا، الإجماع من العلماء ان اخواننا ما ممكن نبي تخون مرته خيانة فراش، ده إجماع العلماء. ما في نبي تخون مرته خيانة فراش، ده ما في. اما المثل الضرب دي اسمها خيانة العقيدة، ودي ربنا اللي قال كده. ربنا قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فجنوا فخانتهما. ربنا قال هن كفرا، ده نص من القرآن. انت وين النص اللي قال السيدة عائشة رضي الله عنها بدلت دينها؟ يا مجرم يا محتال، ما في يا اخي. سيدة عائشة نقلت لنا الدين، بس انت بتغتسل كيف؟ ولا ما قاعد تغتسل؟ قاعد تتوضى ولا ما قاعد تتوضى؟ فهمت؟ يعني ما قاعد تغتسل؟ لا قاعد تغتسل ولا ما قاعد تغتسل؟ ما سؤال الدين ده جبته من وين؟ يا قاعد تغتسل يا انت ماشي ساكت. زح زح كده يا ولد، وي زح من عمك ده زح. فهمت؟ ده واستقيل ذاته. الدين ده جابوا لك منه، الدين ده جابوا لك منه. فهمت؟ الامور بتاعت البيوت دي اجاب لك منه. ولا انتوا شغالين ساي؟ لا عندكم نسب. لو انت قلت لي ما في حاجه اسمها سنه، معناها ما في حاجه اسمها عقد، عقد معناها ما في، وما في حاجه اسمها ولي، معناها انت بس اديني رقم بيتك. معلش الكلام حار، لكن ده الزام. تديني رقم بيتك وانا بفوت بها ساي، من غير شنو؟ من غير ولي. لانه من روى حديث لا نكاح الا بولي هو من؟ وعائشه رضي الله عنها. طيب قال عمر بن عبد العزيز سممته احدى زوجاته. ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ اها في شنو يعني امثال لشنو؟ يا اخي ده زول موهوم ساكت يا اخي، ده عمك ده موهوم يا اخي. مرت عمر بن عبد العزيز عليك الله عمك ده، والله يا عمك لا عارف تاريخ، لا عارف دين، لا عارف رجاله، لا عارف حفظ مكانه ولا اي حاجه. عمر بن عبد العزيز مرته دي ابوها خليفه واخوانه خلفاء. فهمت؟ وابا خلفاء، زي ما قال الشاعر بنت الخليفه والخليفه زوجها اخت الخلائف والخلائف ابنها، او كما قال. عمر بن عبد العزيز جاب مرته، قال سممته. إيه لو كان دايره ما كان مشت للملوك، ما دايره، ما دايره الدنيا. عمر بن عبد العزيز قال لي مرته تعالي، قال انا جاني امر الخلافه بتاع المسلمين، دايره تبقي معي هنا. انا لا عندي ثروه، لا عندي ملك، لا عندي سلطه، ولا بكرهك على حاجه، ممكن تمشي. فهمت؟ قالت له انا ما دايره الدنيا، وبقت معه زوجته. عمر بن عبد العزيز كان عنده كم زوجه؟ وهل الزوجه الحجيبه هنا دي في القران ولا في حديث متواتر ولا وين؟ لانه برضه رواياتك دي روايات موضوعه يعني، ما بنقبل بها. فهمت؟ بس صرت عين كده ولويه بتاعت خشب هوس. فهمت؟ فده المنهج بتاع الشيعه، منهج باطل ومنهج فارق ومنهج فاشل. واليد بتاعت الزول ده يا اخواننا ده للاسف الشديد
بيقول له ذاك الدجال القصير محمد مصطفى عبد القادر، الزول الفاقد المنطق، خشمه كله بزاء، فهمت؟ زي التنكر بتاع المويه، فهمت؟ ما بيعرف يتكلم عديل. جاء يطعن في الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وجاء طلع الصحابه انهم كلهم ناس بتاع الدنيا، ربنا زكاهم وربنا رضى عنهم، وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول، سوره النساء، من بعد ما تبين له الهدى. لو زول شاقق الرسول ساي، دي جريمه ولا ما جريمه يا اخوان؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى من باب التاكيد ومن باب بيان ان هذا السبيل سبيل محكم، قال: من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم صحابه، ربنا قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مش انك تحب الصحابه بس وتتكيف منهم بس، لو عملت لك طريق وشارع غير شارع وطريق الصحابه رضي الله عنهم، انت من اصحاب النار بنص هذه الايه وبنص القران من الله سبحانه وتعالى. وغيره من الايات، غيره من الايات، ربنا سبحانه وتعالى اثنى على المؤمنين ومدحهم ورضى عنهم، فهمت؟ فده كلام ما بيحتاج لاعاده، وبالله النوعيات دي ما تدخلوها لنا لغايه ما يقوم. انا طبعا داير البيت وانا لسه ما نزلت من عهدي، لغايه ما يحفظ للسيد عائشه حقه، فهمت؟ نستاذن المراه، فهمت؟ ونجي خاشين، فهمت؟ لابد تجيب لي مرتك، انا ما بخليك، ولو لقيتك في اي جامعه جايبي غير مرتك بطردك، تفهم الكلام ده عمك؟ لغايه ما تجيب لي مرتك نشوف انت منهج الشيعه ده عديل ولا ما عديل، شوف الحاصل شنو، تجيب لي بيتك وتجيب لي مرتك ذاته، فهمت؟ ما انت ذاك، لا ما كلام شخصي، ده دينك وده منهجك. انت قلت الاحاديث دي كلها باطله، انت عقدت كيف؟ عقدت كيف انت؟ ذاتك انت عقدت كيف؟ والدك عقد على امك كيف؟ ها؟ ولا لا ولا 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 الحاصل شنو؟ فهمت؟ طيب ما عنده حاجه، في حاجه ثانيه؟